على وقع أزيز الرصاص وتوزيع الحلويات، احتفل المدنيون اليوم في مدينة عفرين بعد أن أقصيت الأحزاب الانفصالية من مدينتهم. نحن الآن داخل عفرين، وعفرين محررة بالكامل. بدأت عملية تحرير عفرين الساعة 4 الفجر، الحمد لله استمرت عملية التحرير تقريبا ما يقارب ساعتين. الحمد لله ما كان في لا ضحايا لا مدنية ولا ضحايا من الجيش الحر، والأمور على الوجه الصحيح. الأقراط طبعا المدنيين تجنبوا المعركة وما خاضوا فيها، ويظلوا يعني أخوتنا بالأمر هذا، فكان مشكلتنا مع الأحزاب الانفصالية. 60 يوما منذ بداية عملية غصن الزيتون التي لم تنتهي بعد، كانت أشبه بعملية القلب المفتوح الدقيقة، والتي كانت تهدف لتخليص المدنيين من ظلم حزبي البيكيكي والبيدي الذي كان جاثما على أنفاسهم منذ 3 أعوام، قد تمت بنجاح. تم بعون الله تحرير مدينة عفرين من الأحزاب الانفصالية الكردية، ونحن اتينا إلى مدينة عفرين نحرر أهلها وشعبها من الأحزاب الانفصالية التي عاثت فسادا في هذه المدينة. إذا بإحكام الجيشين، الجيش الحر والجيش التركي، قبضتهم على مدينة عفرين وتخليص أهلها من الأحزاب الانفصالية البيكيكي والبيودي، انتهت ليالي الظلم والاستبداد التي كان يعيشها أهلنا الأكراد في هذه المدينة. حسين الخطاب لقناة دار الإيمان من مدينة عفرين.